طبعا اليوم وعلى غرار جميع الدورات اللي عرفها المجلس الجماعي منذ بداية ولايته الحالية، ترنا مجموعة من النقاط اللي عندها علاقة بمجموعة من الملفات اللي كنعتبروها كتكتسي الطابع ديال الأولوية في المدينة. خذينا نقطة نظام، تكلمنا في هذه الملفات، وكانت عندنا اليوم أولوية في العلاقة مع مرفق المقابر الجماعية. كنعرفوا الآن بأن مدينة طنجة منذ مدة والعمل جاري من أجل أن المدينة يكون عندها مقبرة نموذجية جماعية نموذجية، خاصة وأن المقابر الجماعية وصلت لما يشبه استنفاد الأماكن ديال الدفن. نتكلموا هنا على نموذج واحد فقط اللي هو مقبرة ديال المجاهدين اللي بقت لها واحد الحيز الزمني ديال 4 شهور أو 5 أشهر حسب تصريحات رسمية من داخل المصالح التقنية لجامعة طنجة. سمعنا بلي كاين مشروع ديال مقبرة نموذجية اللي المساحة ديالها واحد كتفوق واحد 30 هكتار، ولكن في ظل الأزمة الحالية ومن دابا واحد 4 شهور ولا 5 شهور، واش مدينة طنجة غادي تكون فعلا حلت هذه الأزمة هذه وقدرت أنها توجد هذه المقبرة النموذجية الجديدة اللي كيتم الآن الحديث عليها؟ خاصة كنعرفوا بأن هذا المرفق هذا ما غيتمش إحداثه بطريقة عشوائية، إنما مقبرة جماعية نموذجية عندها مواصفات معينة على المستوى التقني، غتعمل لها دراسات اقتناء ديال العقار اللي سمعنا الآن أنها غتكون في ربما في ضواحي المقاطعة ديال المغوغة. إذا هذه كاملة الإكراهات مرتبطة بالجانب التقني، بالتدبير، بعمليات لإيجاد العقار والمساطر القانونيه اللي غادي تحتاجوا عمليه اقتناء العقار. اذا كنتكلموا على زمن تدبيري او لا واحد الحيز الزمني اللي ما كيرحمش للاسف. فطرحنا الاسئله في اطار نقطه النظام على رئاسه المجلس وعلى المكتب والاغلبيه المسيره اللي من المفروض انها تجاوبنا اليوم، ومن خلال طبعا الاجابه ديال الحزب الاشتراكي الموحد غتكون كتجاوب ساكنه مدينه طنجة على هذا الاشكال هذا اللي وصل الى حد الازمه الخانقه. على كل، نحن لحد الان بالنسبه لمقبره الرهله ما عندناش معطيات كافيه على المآل ديالها، انما ما يروج الان في الوقت الراهن هو البحث عن مقبره نموذجيه اعتقد بالمنطقه ديال الهرارش في المقاطعه ديال المغوغه. هذا هو النموذج الان اللي مطروح. طبعا كانت في السنوات الاخيره دارت واحد مجموعه من الدراسات التقنيه على هذه المقبره النموذجيه ديال الرهره، ولكن لحد الان ما خرجت الحيز للوجود كيف ما كانوا كيتمناو او كتمنى ساكنه المدينه. نتمنوا ان المشروع الحالي ما يعرفش نفس المصير ويخرج الحيز للوجود في احسن وقت. للاسف الوقت لا يرحم، المقابر الان اللي باقا كتنفس شويه على المقبره الجماعيه ديال المجاهدين هي المقابر الصغرى المتواجده داخل الاحياء. نتمنى ان في القريب العاجل يتم حل هذا الاشكال هذا. مهم جدا، وفي اعتبار الوجهه ديال المقابر المجاهدين ماشي 4 شهور، اكثر من 4 شهور، فوق 6 شهور هذا. حنا كجماعه طنجه بحال اللي شفت راه كاين عده برامج، كاين توسيعات بعض المقابر اللي خدامين فيها دابا، كاين 30 هكتار مقبرة كاملينها جهة ديال المغوغة. هذيك المقبرة الآن كان المليار ديال الإخوان التقنيين خدامين على المليار ديالها في التسوية في كل شيء. يعني يمكن نقول لك في هاد 4 شهور ولا هادي غيتم انطلاق ديال تهيئة ديال المقبرة، لأن المقبرة الأرض راه كانت في الطرقات، غتكون مقبرة نموذجية. شي ما تكونش فيها فوضى، حيت تم السيج ديالها ديروا فيها طرقات مداخل لان ما كاينش طريقة توصل ليها، دونك هادو هما الشروط اللي خدامين عليها. كنقول انا ما يكونش عندنا التخوف كبير بزاف، من هنا 6 شهور اولا نفس السنة المقبلة غتكون المقدرة تقدر تكون جاهزة، مع العلم ان كاين مقابر في الاحياء بحال المدينة كذا كاينة تم توسيع واحد المقبرة، كاين مقبرة جهة ديال كنظن ديال هزيم الحاج قدوة كيتبع المقبرة تاهي تم واحد التوسيعة ديال واحد الطرف اللي غيتسد لها، دونك كاين بعض الحلول. داريتما هاد المقبرة توجد، وكاين مشروع في البلون ديال المجموع ديال المدينة هي واحد المقبرة اللي غتكون بوخر. وبالنسبة سيد العمدة نفس الموضوع، المصير ديال المقبرة ديال الرهنة النموذجية هذيك
بالنسبه لمقبره الرهراء، بالنسبه لمقبره الرهراء كما كتعرفوا كاين الاشكاليه ديالها هو الصعوبه في التدرج ديالها. هذه هي كانت تقريبا واحد 16 هكتار اللي يمكن يستافد منها، كنظن واحد العدد ديال الهكتارات اقل من هذه العدد. ولكن حنا ديك المقبره ديال الرهراء او ديك القطعه ديال الارضيه ديال الرهراء الاشكال اللي كانت عندنا هو حاليا دابا يعني حاليا دابا مشكل مع المياه والغابات باش يمكن يتم التمليك ديالها والتحقيق ديالها باسم جامعه طنجه. هذا اذا يمكن الاجراءات هذا وتصادع ان يمكن تستعمل راه غادي تستعملها. الكرايه الفرصات راه هما ابلغها بهذا الموضوع.